أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25، مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب: أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمه؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟ إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. يا رب دايما تبقي كويسة وحقول زي الفل يا رب. قولي لي يا حبيبتي، بتشتكي من إيه؟ أنا بغسل كده. تغسلي كده من إمتى؟ من سنتين وثلاث شهور. طيب ابتدى التعب معاكي ازاي؟ كان عندي ورم في رجليا ومغص ودوخه جنبي وجعين. كل دي اعراض كانت حسيتي بيها؟ انا كنت فاكره حاجات عاديه. لا، ورم رجليكي، صداع ودوخه ممكن، لكن ورم رجليكي ده بتهيألي اللي كان حاجه جديده يعني. هو كانت حاجه جديده. انا رحت للدكتور، تاني يوم عملت تحاليل، بالليل بقى غسلت على طول. يعني بمجرد التحاليل ما طلعت كان لازم تغسلي؟ ظهرت التحاليل من هنا وغسلتي من هنا، لان كان ما ينفعش تقعدي اكتر من كده. كانت النسبه 21 وهي المفروض 1.2 من 10. وكل الاعراض كانت قبلها بثلاث ايام بس؟
3 أيام. ما كنتيش بتحسي بأي وجع في جنابك قبلها ولا أي حاجة؟ لا. كنتي في سنة كام؟ ولا سنة. وكان يعني في السنين اللي فاتت ما كنتيش بتحسي وانتي مثلا يعني مريتي بالإعدادية؟ بس مريتي بالإعدادية وانتي بتغسلي؟ لا لا، خلصت الإعدادية ودخلت أولى ثانوي. الترم الأولاني عديت كويس. مع أول أسبوع في الترم الثاني جه التعب. ده انت كده تبقى فوتي سنة أو حاجة في النص. فوتي سنتين، المفروض في ثالثة سنة. عموما انت صغنونة مش مشكلة. وابتديتي بقى رحلة الغسيل. كم مرة في الأسبوع بتغسلي؟ 3 مرات. طيب ده طبعا معطلك، انت قلتي سنتين مش بتحضري المدرسة، معتذرة. وبتاخدي بتهيألي بتدرسي يعني في أولى ثانوي السنة دي، انت بتهيألي ما بتروحيش المدرسة بنظام؟ لا، منازل. طيب ايه اللي بتحسي بيه وانت راجعة مثلا؟ رايحة رحتي غسلتي النهاردة وانت راجعة بتبقي حاسة بإيه؟ ساعات ببقى تعبانة وساعات ببقى كويس. ساعة على حسب. طب دي بيتوقف على ايه؟ الحالة النفسية. حالتك النفسية لما تبقي رايحة كويسة برجع كويسة، رايحة متضايقة مش باكلة مش شاربة هخبط على طول بتعب، فجأة أنا تعبانة بعد يوم. يعني انتي عارفة تماما ايه الحاجة اللي ممكن تخليكي راجعة تعبانة. فبتهيألي بتراعي انك انتي بتاكلي وتشربي قبل ما تروحي. مش قوي؟ بتبقي مش عايزة تاكلي ولا بتبقي زهقانة؟ ببقى ماليش نفس للأكل عامة تانية. طب وانتي المفروض وانتي قاعدة بتغسلي بتعملي ايه وقت الغسيل؟ على حسب، ممكن ابقى مشغلين التلفزيون، ممكن في ناس بتيجي تترنم معانا من كنايس تانية، بيصلوا معانا، بقعد على اكلم حد، بتكلم على اساس مع حد كده. بتقعدي كام ساعة وانتي بتغسلي؟ هما المفروض 4، انا باخد 3 او ممكن ما اكملش ال3 لو تعبت ما كملش. هو ده لما تتعبي تقومي. لكن ده مش المفروض بيأثر عليكي يعني؟ هو المفروض 4 بس انا عشان جسمي صغير فبيقولوا 3 كويس. بيبقى كفاية يعني؟ بيبقى كفاية، هما بيزعقولي بس انا ما بستحملش اكتر من 3، لو خدت 3.5 بقى كويس. ودي طبعا اكيد باللي انت بتقوليه بالزهق ده ما بتكمليش ال3 ساعات او ما بتكمليش 3.5 ساعات عشان نكون امنا يعني. طيب انت يعني ابتديتي تحسي بفرق انك انت بترجعي كتير، انت طبعا غير الحاله النفسيه بترجعي كتير افضل، ولا انت على طول بتحسي ان انت او الغسيل ما فرقش معاكي يا دوبك يكفيكي يوم واتنين وتقعدي كويسه؟ هو كده، دوبك بيكفيني يوم او لو فوتت غسله بتعب اكتر من الاول. فكده يبقى لازم نروح ال3 ايام الغسيل. هو المفروض ان انا اروح ال3 ايام. طب في حاجه في نقول ضرر يعني، احنا بنغسل فده بيخلينا كويسين، في ضرر او اي حاجه تعبتي منها من الغسيل؟ يعني ضرك في كاني فيروس سي بعد الغسيل بحوالي 3-4 شهور بعدين. يعني في بدايه الغسيل خلاص. بس ما اكتشفتش غير لما جيت هنا، هو جاني من البلد بس ما اكتشفتش غير لما جيت هنا. يعني وانت في البلد بتغسلي خدت دم ملوث؟ اخدتي تلوث دم متنقلي مش كويس وجعني الوقت. طب وده بتعرف بتاخدي علاج له ولا ما ينفعش مع علاج الكلى؟ لا، هو منشطات بس، حاجات تنشط الكبد او تمشي الكبد بس. يعني الفيروس سي مش بتاخدي له علاج؟ لا، مش باخد مثلا العلاج الجديد ولا يتعارض مع بتهيألي مع الغسيل. هو اصلي اغلب اللي بيغسلوا بيجيلهم فيروس بعد الغسيل. ففي علاج اساسي انتوا بتاخدوه الادويه المنشطات والفيتامينات دي بس؟ لا، هو الدكتور قال لي لو هتعملي الزرع كده هنديك العلاج الجديد اللي هو بتاع القوات المسلحه. طب وفي حد مثلا يعني انت اكيد مقدمه على انه انت محتاجه زرع كده؟ عملت في الجمهوريه اعلان، كان حد بس او لسه ما مش واثقين فيه. ان شاء الله ربنا يعني اقول لك يبعت لك المتبرع المناسب يا رب. بس انا عايزه اسالك حاجه، انت كنت بتقولي ان في حد في العيله برضو عندك عنده فشل كلى وبيغسل معاكي؟ لا، ده انا بقول ان انا بروح معاه ساكن هنا جنبي. لو احيانا كده يعني بروح معاه.
طب هل الدكتور بعد التحليل بتاعك ولانه فجأة وغسلتش في نفس اليوم اللي طلع فيه التحليل ما قالش انه ده كان من حاجة قديمة او من حاجة وراثية عندك؟ هو قال لي لما انا عملت الاشعة وكده لقيه ان هي كلية واحدة موجودة، فقال لي احتمال يكون هو ده سبب الاكيد. يعني انت اكتشفتي ان انت عندك كلية واحدة من السنتين وثلاث شهور دول بس؟ اه كنتش عارف من الاول. لكن انت اصلا كنت عرفت كنت لحقت نفسك. كنت عرفتي ايه اللي عندك ان في كليه واحده ممكن تكون مش شغاله كويس؟ اه كان ممكن يعالجوها بعلاج كام غسله وبقى كويسه. يعني قولي اكتشفتي عند سن 14 سنه ان انت مولوده بكليه واحده. 15 سنه، يعني في الحدود دي تقريبا. طب انت تقولي ايه لاي حد في حالتك دلوقتي؟ انت اهو يعني انا قلتي لي قبل التسجيل ان انت بتجيلي مجموعه فوق 90% وشطوره، ودلوقتي بتذاكري منازل وبرده النتيجه على الابواب وان شاء الله تبقى نتيجه جميله. تقولي ايه لحد في نفس حالتك ونفس ظروفك وبيمر بالوقت ده تديله كده كلمات تجربه؟ هتعدي اه اتطولت او اثرت هتعدي، ربنا مجرب. انت جميله خالص، انت سكرت. ودلوقتي احنا نقول ايه بقى، ايه اخر يعني ايه اكتر حاجه بتتمنيها؟ اتمنى ان انا اعمل عمليه والدة ان شاء الله باذن الله، وربنا هيسمع منك. ربنا معاكي وان شاء الله باذن الله نكون معاكي بعد العمليه، يكون ربنا يوفقك في متبرع كويس. نكون معاكي بعد العملية وانتي بتقولي انا خلاص كده هبتدي انزل وهروح المدرسة والدنيا تبقى منظمة يا رب، ولحد ما يجي الوقت ده ربنا هيقف معاكي ويستنيكي. طول ما انتي بتطلبي ربنا فهو مش هيسيبك ابدا. وصلي، انتي بتقعدي تصلي كتير، بتغسلي وانتي وقاعدة ساعة وقت الغسيل بتقعدي تصلي، فانتي صلي ربنا معاكي حبيبتي. عشت يا مولاي حينا بينهم تنزع البغضاء منهم والخصام، كنت يا قدوس قلبا مشفقا فملأت الكون حبا وسلاما، كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل وأبا بين اليتامى، قد أقمت الميت والأعمى رأى والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم، ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟